يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام، يعني بعد الفاتحة، فأمنوا. فهل إذا لم يؤمن الإمام لا يؤمن المأموم؟ إيه نعم، لأن بعض الأئمة يرون أنه لا يرفع صوته بالتأمين، وهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فإذا لم يؤمن الإمام فالمأموم يؤمن عملا بالسنة، ولو لم يؤمن الإمام يؤمن المأموم عملا بالسنة.